ناخد معانا بقى اهل اسكندريه أيوة يعني حبايبنا. الو طبعا. ألو، الو، أيوه ألو، اهلا اهلا بحضرتك دكتور هاني، مع أهلا، حضرتك اتفضلي. شكرا ميرسي أوي. شكرا ليك، اتفضلي. أيوه يا دكتور، اهلا بيك يا فندم. لا أهلا بحضرتك. لو سمحت، والله أنا من سنة 2015 كنت في مصيف، وبعدين وشي التهم وعمل بقع في أورتي وفي الجنبين من عند سلامتك. العينين، والله يسلمك. وبعدين انا من 2015 لفيت على كل دكاتره امراض الجلديه في اسكندريه، وما فيش علاج، مش عارفه البقع دي هتروح ازاي. فممكن حضرتك تدلني على حاجه؟ بس انا معلش سني 70 سنه، ما اعرفش ربنا بقى يديك ممكن الصحة يا هتروح رب. ولا مش هتروح. الله يبارك فيك. كل شيء بإذن الله. طيب سلام حضرتك، عليكم. أنت معاكي ورقة وقلم؟ ايوه، طيب، في كريم اسمه يونيتون يونيتون، أدفانسد، يونيتون أدفانسد ادفانسد كريم، ادفانسد، مظبوط ايوه صح؟ ده بندهن البقعة دي الصبح وبالليل، ومش عايزين نتعرض للشمس خالص. ان شاء الله في خلال شهرين 3 شهور تبقى زي الفل. شكرا يا دكتور، العافية يا فندم. شكرا لاتصال حضرتك، شرفتينا ونورتينا. نرجع